مشاهدي متابعي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة ورزازات. استدعانا الأخ كريم اللي هو رئيس فريق نسوي لكرة القدم بمدينة ورزازات. اللي فريق نسوي غا كيتقال ما كاينش أصلا، ياك كان هي الأخت زهرة ما كاينش. المهم تأسست جمعية ديال فريق نسوي ولكن ما كايناش الجمعية، ما كاين لا دعم لا معنوي لا مادي. ولأول مرة بمدينة ورزازات كيخرج الشاب وكيهضر على المعاناة ديال الكرة بمدينة ورزازات، وكنشكره بزاف من هذا المنبر من هذا البث المباشر اللي عنده جرأة وعنده شجاعة يهضر على الكرة بمدينة ورزازات. السلام عليكم خويا كريم. شكرا الأخت زهرة، شكرا شوف تي في صراحة اللي هي إذاعة اللي هي مغربية باش نوصلوا لواحد النداء لكرة القدم بالإقليم بمدينة ورزازات. فنطلب من هذا المنبر بأن النادي الرياضي أولمبيك ورزازات لكرة القدم اللي تأسس 2021 صراحة اللي هو من شخص عبد الكريم بوتازات اللي هو فاعل رياضي بالإقليم. الحمد لله دوزنا عدة أندية كنت مع جمعية الإخلاص فاروق في مدينة ورزازات وخارج المدينة، وصراحة نطلبوا من المسؤولين ديال الإقليم ورزازات وبصفة عامة أولى الجهة ديال درعا تافيلات من أجل اليد المساعدة من أجل باش ننميو كرة القدم النسوية بمدينة ورزازات. علاش ما نشوفوا فريق، علاش ما نشوفوا فريق كينافس في القسم الثاني ولا ما في القسم الأول؟ عندنا بنات صراحة عندهم مواهب في كرة القدم، بنات اللي هما خارج المدينة أمثال الأخت لطيفة المريني اللي حاليا دابا كتمارس كرة القدم في حسنة أكادير، بنات ورزازات، وكاينة الأخت اللي هي صراحة لعبات كرة وكانت رئيسة ديال النادي أمال إيت ملول اللي هي فاطمة المعروفة في الصعيد المغربي كامل، هي أول لاعبة اللي دخلت الجامعة كرة القدم النسوية في المغرب. كاين واحد الملاحظة خويا كريم أنه المدن كلهم كنسمعوا عندهم فرق بنات ودراري وفرق كثار، يعني كل مدينه فيها فرق كثار. علاش هنا الجنوب الشرقي قليل فاش كنسمعوا؟ ماشي قليل، يمكن كاينين ولكن ما مدعمينش، ما عندهمش مساكن باش يوصلوا. علاش خصوصا حنا في خصوصا كنهضر على ورزازات، انه ورزازات ما فيهاش متنفسات، ما فيهاش فين يمشيو الدراري يفرغوا ديك الطاقه ديالهم او نقضوا من انحراف. يعني علاش ما يكونوش هكا فرق؟ علاش ما تكون هاد الجمعيات ديال مدينه ورزازات؟ انه جمعيات حنا كنسمعوا كاينين جمعيات ولكن ما خدامينش. نعم اخت زهره، الصراحه هادشي اللي قلتي كاين، صراحه كاين عده جمعيات اللي هما تيمارسوا كره القدم النسويه، ولكن غير باش نزيدك واحد الاضافه اللي هي الصراحه اول فريق دار بنات في مدينه ورزازات اللي هي النهضه الرياضيه الورزازيه. من هذا البرك كنشكر الاخوان ديال يعقوب عبد اللطيف وليعقوب حسن في هذا المنبر الصراحه اللي هما عطاوني الدعم وتعاونوا معايا، قال لك اجي تخدم. الحمد لله كاين بنات اللي خدمنا معاهم وصلوا الحمد لله. وفي هذا المنبر اخت زهره بغيت نطالب، اكيد كنشكر العائله يعقوبي لانه عائله يعقوبي معروفين يعني كيشجعوا الطاقات المحليه، كيشجعوا الشباب، هذه معروفه عليهم. كنعرفوهم كلهم، لا في اي حاجه حطيتي ليعقوبي تبارك الله عليهم. الصراحه الاخت زراس انا شخصيا صراحه في واحد النفس ديال هذه المدينه، صراحه واحد النفس اللي هو علاش ما نشوفوا فريق في البطوله الوطنيه مع تتناس مع الافار بحال الافار بحال مدينه ورزازات. ورز مزال ديك الساعه تضرب 1000 حساب مدينه ورزازات، ولكن صراحه باش نهضروا بالرياضه بمعنى كلمه بصفه عامه الاخت زهره، خير دليل اللي هو النادي البلدي لورزازات صراحه اللي هو كيعاني نفس المشكل الماده ماديا صراحه. لاعبين جابوهم من خارج مدينه ورزازات، كاينين لعابه في مدينه ورزازات خاصهم غير اليد المساعده والدعم المادي والمعنوي. والصراحه اش نقولوا؟ للاسف ما بغيناش مدينه ورزازات اللي هي مدينه كبيره مناجم الطاقه الشمسيه صراحه كان عده، علاش ما نشوفوا واحد الفريق ديال مدينه ورزازات صراحه على قاب قوسين من ادنى باش يطلع القسم الثاني؟ وكاين كفاءة بمدينه ورزازات بالامثال ديالهم، ولكن الاستاذ باش في هذا المنبر ما غاديش ننساو
واحد الشخص في مدينة وازات اللي هو أستاذ إسماعيل أداد، اللي هو صراحة تعاون مع دراري شباب اللي هما حاليا دابا كيلعبوا في نادي البلد وازات، كأمثال خير دليل لاعب داز في جمعية الإخلاص اللي كونوا أستاذ إسماعيل أداد. هاد المرة كنشكرو بزاف، اللي هو أيوب العملود اللي دابا حاليا كيمارس مع النادي الرياضي الوداد البيضاوي. أيوب العملود هو عائلة رياضية بمدينة وارزازات، علاش مالاش نشوفوا واحد لعاب آخر يطلع هنا من مدينة من وارزازات باش يطلع لشي فريق اللي هو عالمي إن شاء الله. يعني وارزازات عندها تبارك الله كفاءات، وعندها تبارك الله الشباب ديالها وصلوا ولاو كيلعبوا في مدن أخرى ومع فرق أخرى. يعني كما قلتي الأخ كريم أنه أنت كطالب يعني دعم مادي ومعنوي باش توصل، أنت عندك الفكرة وعندك طموح وعندك إرادة أنك توصل الشابات مدينة وزازات يوصلوا بحالهم كما وصلوا الآخرين، شنو الرسالة ديالك؟ الصراحة الأخت زهرة أنا الرسالة ديالي هي بغيت هي لي دين المساعدة، يجي غير يريحوا معاك الناس ديال المسؤولين، يريحوا معاك على الأقل يريحوا معاك. أنا شخصيا فيها النفس بغيت نطلع ندير فرقة ديالي بنات، ولكن كتلقى عدة جمعيات كيمشيو ويعمروا لهم رؤوسهم للبنات، شوي ديال البنات، واخا عندك بنات كيجيو شي وحدين اخرين كيعمروا راسهم لا هذوك الناس خايبين هذو دايرين هذو. حاولت انت تتواصل مع الناس المسؤولين؟ شحال من مره تواصلت انا شخصيا مع الناس المسؤولين؟ تواصلتي معهم بعداد لا الرؤساء السابقين لا الرؤساء الجداد. بالنسبه للمبادره بالنسبه للدعم ما استفدتيش؟ لا ما هم جميع انا دفعت الدعم ما خليت ما درت، تيقول لك هذا كير فلان، وكاين الدعم اللي كيعطيوه بالوجهيات. يعني كاين جمعيات جاو موراكم واستافدوا. علاش؟ حيت هذوك الناس عندهم اللي يهضر عليهم من عندهم مرشحين ولا عندهم شي حاجه سياسيه، ولكن انا عاد المذنب الصراحه عاد المذنب اخت زهره ما عنديش لا نقال، ما عنديش مع السياسه. انا رياضي بمدينه وارزات، انا ماشي سياسي، ما يمكنش تخلط بين السياسه والرياضه. الرياضه بغيناها ان شاء الله طلع واحد المبتغى ديالنا ان شاء الله بمدينه وارزازات، ولي ما شاء الله انا شخصيا عندي كنفكر ان شاء الله من دابا واحد عامين نداء من ان شاء الله من هنا عامين غنتقاتل عليها باش نطلع فريق بمدينه وارزازات ان شاء الله بجهد الله وبجهدكم الاخت زهره شوف تي في، وان شاء الله علاش ما نطلعوا فريق نسوي ان شاء الله باش تنافس في القسم الثاني والقسم الاول ان شاء الله باش نكونوا على الاقل ولو عطينا جزء ديالنا لهذه المدينه العزيزه علينا. ما يمكنش تسير فين ما تمشي لطنجه لعيونس خارج ارض الوطن، ولكن تتبقى بلادك هي بلادك اللي هي مدينه وارزازات. وفي اخره الاخت زهره هو مره اخرى كنطالب من الناس المسؤولين ولو يجيو يريحوا غير معنا، يعطونا غير على الاقل واحد غير يريحوا معنا. ديما كنمشي عندهم ما كيستقبلوكش، لا ما كاينش، لا هذه خارج، لا عنده كونجي، لا عنده علاش؟ على الاقل اجي وريح معايا وقول لي اعطيني ولو جزء واحد. ولكن اخت زهرة الصراحه وبالاسف ما يمكنش ليا باش تسير شخص واحد. دابا حاليا انا الشخص الوحيد اللي خدام بوحدي، ما عندي لا مكتب لا والو، المكتب ناعس. كرئيس عبد المدرب هو اللي كيمشي كيتقاتل، جبت سيرفيتات، جبت تونيات بوحدي من المال الخاص ديالي، الحمد لله على قد الحال، ماشي شي واحد اللي هو لاباس عليه ولا. والحمد لله الاخت زهرة في هذا المنبر كنطالب من الجمعيات الرياضيه ديال الوارزازات باش تكون اليد المساعده بيناتهم، ما تكونش هذا ما كيحمل الاخر ولا نحيد لهذا البنات ندي لهذا البنات، هذاك الشيء ما كيصالح. واخت زهرة كنتمنوا في هذا المنبر ديالكم ان شاء الله تكون فاعل خير للفريق ديالنا النادي الرياضي اولمبيك وارزازات لكره القدم النسويه ان شاء الله، ان شاء الله غتكون فاعل خير، نطلعوا ان شاء الله للقسم الثاني ولا مال القسم الاول باش ننافسوا مع الجيش الملكي والفرق الكبرى ان شاء الله. اختي زهرة ان شاء الله بالتوفيق خويا كريم، ونتمنوا لكم خير ونسمعوا اخبار خير ان شاء الله بيراكم ان شاء الله. اختي زهرة الفريق ديالكم وراكم وصلتوا ان شاء الله. اختي زهرة شكرا مشاهدي متابع قناة شوف تي في، إلى اللقاء في بث مباشر آخر من مدينة وارزازات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.